صديق لي يحلق لحيته، أنكرت عليه ذلك فقال أنا لا أقصد المعصية وأنا أحلقها للتقوية فقط. ويستمر حول هذا الموضوع إلى أن يسأل فضيلتكم فيقول: كيف يكون توجيهكم خاصة لمن تكون لحيته في بدايتها وأول عهدها؟ وأخبرونا كيف كانت لحيته عليه الصلاة والسلام ولحى صحابته رضي الله عنهم. إعفاء اللحية وإكرامها هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها ونهى عن حلقها، فدل على أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها حرام، والأحاديث في هذا ثابتة في الصحيحين وغيرهما، فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعده من التشبه بالأعاجم، وإكرام اللحى أيضا هو من خصال الأنبياء، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا لحية، وكان لحيته عظيمة عليه الصلاة والسلام. وأما الذي يقول أنا لا أحلقها لا أقصد المعصية، هذه مغالطة منه، لأنه إذا بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم راح يفعله بعد بلوغ النهي إليه ويقول أنا لا أقصد المعصية، هذه مغالطة، العاقل لا يقول هذا الكلام أبدا، لأن مخالفة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم معصية، وطاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاعة، هكذا يكون المسلم. فيجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذه المغالطة، ولا يجوز حلقها بقصد أنها تقوى أو أنها تنبت قوية، هذا من خداع الشيطان، بل اللحية تترك على ما هي عليه سواء كانت كثيفة أو خفيفة، تترك على ما هي عليه. أما حلقها من أجل أنها تقوى فهذا من التنطع، إما أن يكون من التنطع وإما أن يكون من المغالطة كما سبق، فلا يجوز هذا الأمر. جزاكم الله خيرا.